اليوم بيكون في العاب ناريه حقت الصيف، هذول لابسين يوكتا فغالبا انهم رايحين العاب الناريه، وانا ما اعرف فين المكان فراح الحق وراه. والله مره زحمه، واضح راح يكون حج، والحين بدري لسه باقي ساعتين ونص يمكن تقريبا على الالعاب الناريه. شوفوا كميه الكشكات اللي حاطينها الى هناك قدام، ترى مره كثير. ان شاء الله احصل مكان حلو اجلس فيه، ماني ما عندي فرشه، ما خطط للجايه صراحه مره، يعني حلو في اماكن فاضيه بالشمس وانا ما عندي حتى مظله. ما ادري خلاص بجلس هنا، بس يقول لكم المثل الحاجه ام الاختراع، ما له دخل يعني، بس معي سجاده. هذه فرشتي اليوم، الله يقوي ايماني. بس حر مره حر، بروح اصور هناك ان شاء الله يكون في اشياء حلوه تتصور. شوفوا في اشياء كثير وباقي ساعتين اقدر اصور من البدايه للنهايه. والله ما في اروح قدام بعيد، خلاص كنسلت الفكره. هذا يبيع برتقال مجمد، هذا عنده دجاج مشوي، هذا عندها مشروبات، في لمبه وفي رضاعه ترند حق الرضاعات ذا، هنا في دجاج مقلي، هذه ياكيسوبا، هذول يبيعوا خيار، بس يبيعوا خيار، ليش في ناس تبيع خيار ما حد يدري، لترلي خيار بارد كذا مع ثلج، ما فاهمه ايش، ليمونيد، في اشياء كثير زي بعض. هذا برضه دجاج مشوي، هذا ما ادري ايش يبيع، بس الاكياس هذه مره كيوت. بيبي كاسترا، ايش هو الكاسترا؟ اتوقع ذيك الصغيره اللي زي البانكيك، اوكي اوكي عرفتها. هذول يبيعوا كاكيغوري، غريبه انه مو زحمه عليهم مع انه في ناس كثير، يعني توقعت يكون مره زحمه وطوابير. هذا موز عليه شوكليت، شوفوا هذاك بانانا بانانا، هذا تفاح عليه سكر ما ادري عليه، المهم شيء حالي. وفي هنا فواكه ثانيه بعد، منها الفراوله، بس كلها هذه اللي عليها سكر، في اظن شيء عليه شوكليت، اللي عليه سكر هذا شوي كريه صراحه، استغفر الله، يعني طعمه مو حلو. هنا في مشروبات شكلها كلها، هنا في بطاطس، كاكيغوري ثاني، هذا ما ادري ايش هي، زي البسكوت تحط عليه شوكليت ما ادري ايش. هنا في كشك يبيع العاب حق اطفال، هذا برضو الفواكه اللي عليها سكر، خيار، هذا في مشروبات بعد ثاني. هذه نفسها قبل شوية الكاسترا اللي زي البانكيك، هوت دوغ برضو، هنا كلها أشياء مشوية، دجاج، هذا فراولة، المهم في أشياء كثير متشابهة، خلينا نشوف إذا في شيء غير. هنا برضو مشروب الرضاعات، هذول يبيعوا برتقال مجمد معلب، يعني حرفيا العلبة حاطينها في ثلج وما أدري إيش مبردة ويبيعوها للناس، تعبوا نفسهم صراحة في الفكرة. هنا في أشياء أنمي، أنيا فوجا، أنيا، وهنا أنيا، هنا في كاكيغوري ثاني بعد. مستر ومدام بطاطس، ديزني قاضوهم، مكتوب بودينج بس العلبة كأنها علبة مايونيز، يعني تو أشوف مكتوب هنا إنه هذا مو مايونيز. أوكي بودينج في علبة مايونيز، أتوقع عشان يكون سهل الأكل كذا يعني. هذا ما أدري الظاهر تشيز مقلي أو شيء زي كذا، في أنواع يكون فيها هوت دوغ، هذه ما أدري شو وضعها فيها ولا لا، ما أدري. خيار برضو، هنا في ياكيسوبا، ياكيسوبا صراحة على حسب اللي يسويها، بعضها ما تكون حلوة، الكشكات هذه غالبا ما تكون حلوة. في دبور هنا قاعد يطير، يا رب يبعد عن وجهي وشكله مو باين في الكاميرا، ابعد عني. هنا في برضه فواكه اللي في عليها سكر ما ادري ايش عليها، هذا اخر واحد عنده بعد خيار. خلاص كذا اتوقع خلصنا اللفه كامله. اوه في هنا قدام، والله مره في اشياء كثير، تخيلوا حتى الجهه الثانيه هناك، في كله هناك صف طويل، بس غالبا الاشياء كلها نفس الشيء. الحمد لله جيت بدري، قد حضرت العاب ناريه قبل 3 سنين يمكن 2019 حرفيا، واحنا واقفين كذا على الزاوية وكان زحمة وناس وحوسة صراحة متأخرين، بس هذا المرة على الأقل أجلس قبلها بساعتين، بس ما مشكلة. هذول مشغلين لبنتهم يوتيوب يسكتوها فيه، أحسبها تبدأ 6 طلعت الظاهر 8 ما أدري 9. وين مطولين مرة، والله مرة باقي كثير. المشكلة الحين الساعة 4:30 تقريبا، باقي كثير والله، صار أزحم من قبل بكثير الحين، ولسه في ناس كثير يجوا بعد، كويسة الشمس خفت الحين شوية. في ناس هناك جايبين خيمة، حلو، مو بس أنا اللي ما جيت مستعدة، شكله ذولي بعد ما جابوا فرشة. خلينا نشوف هل هيحطوا الكيس ويجلسوا فوقه ولا إيش؟ يب، هذه هي للحاجة أم الاختراع. والله ذولي بعد جايبين خيمة، هذول خيمتهم شوي كبيرة. وهناك بعد، مرة صار زحمة الحين، مع إنه لسه بدري. الحين الساعة 25 دقيقة، بمشي شوية عابل ما يبدأ الوقت، والله لسه الناس يدخلوا، مرة الأعداد كبيرة. شوفوا هنا في آلات بيع، يدوهم بايكي، والله ذولي مكانهم استراتيجي، لقوا خيمة وجلسوا تحتها، والله
والله مرة زحمة، في ناس كثير. أنا شكلي أرجع مكاني عشان ما أضيع. شوف أول كان فاضي، الحين صار في صفوف على الكشكات عشان صار زحمة. شكلك كنت جاي مرة بدري. خلاص برجع مكاني. في دبابير وجالسة تطير بارتفاع منخفض، يعني ما أدري شو وضعها. والله أكثر من واحد، شوف هناك في واحد مباين. أوكي هذا واحد جاء حرفيا فوق روسنا قاعد يطير. يا ربي ما أدري فين راح تكون الألعاب النارية، أظن على ذيك الجهة. هذا جاكيته فيه زي المكيف، ما أدري شو وضعه. شفت كذا شخص لابس زيه. المهم إنه رهيب، ينفع في الصيف. الحين مرة صار زحمة، باقي تقريبا ساعة على ما تبدأ الألعاب النارية. كنت أتفرج نتفليكس والشبكة صارت مرة ضعيفة وما عاد يشتغل. شكله من كمية الناس الموجودين. ما أدري مين المعفن اللي رامي سجارتين هنا على الأرض. لو أني بزر كان اشتريت زيهم. باقي تقريبا نص ساعة على ما تبدأ الألعاب النارية. طبعا المكان كله مليان ناس، حتى اللي ورا هنا وهناك وفوق بعد هناك. والسؤال يعني هل هذول كلهم حيركبوا القطار واحنا راجعين؟ اذكر اني مره قريت انه هذا اكبر احتفال العاب ناريه في اوساكا. ان شاء الله انه هذا المعلومه صح. اخيرا بدات العاب الناريه. لا بلشنا، خليه يجلس، ما خلي الواحد يشوف. في ناس بدأوا يطلعوا، معنا لسه باقي يمكن 20 دقيقة، ما خلصت. طبعا كثير صاروا يمشوا ويقوموا ويخربوا كذا، مالت عليهم. والله معليش بس انتظرت يمكن 3 ساعات قبل الألعاب النارية تبغون اطلع الحين. شو والله كثير قاموا. اوكي ظلام مو باين. شوفي هذا المزعج قايم، خليه يجلس. اجلس اجلس. ما ادري الحين قاعد كذا قاعدين يرموا تناتيف، ما ادري خلص الطرطي عندهم ولا ايش. هذه وشو اللي قاعده تطير فوق؟ طيارات ولا وش؟ تخيلوا نفسكم في هذيك الطياره وتشوفوا الالعاب الناريه من الطياره، يقطعوا من الفله. باقي نحسبها الختامية. خلاص كذا المفروض خلصت ساعة كاملة ألعاب نارية. والحين السؤال ايش يرجعنا البيت في هذه الزحمة؟ والله أمة لا إله إلا الله. شوف الناس هناك، هذيك الطلعة. أوه ماي جاد، آلات البيع كل المشروبات عندها مخلصة من كثر الناس. طبعا بس في هذه اللي عليها أحمر كولا مخلصة. أنا نفسي أشوف المحطة. كيف حتكون بعد شوية؟ مرة يضحك. واو شوف كمية الناس، ولسه في ناس قدام. قال إنه من هذه الجهة أسرع، بس العشب هذا يزحلق. اوكي مو باين كذا، باين. هذا العشب مرة يزحلق. لو انكم عايشين هنا ولا هنا، شوفوا الألعاب النارية من بيتكم. خيرا حركنا شوية. هذيك هي المحطة، وهذه الأمة كلها
تبغى تركب. عاد مقفلين الطريق للمحطة هذه، بيتي إني وين نص ساعة من هنا، حتى لو قفلت الطرق في وجهي راح أروح مشي. استغلوا الوقت يوزعوا إعلانات. خلاص الخطة قلبت مشي، ما في إلا كذا. رجعت البيت وفتحت الانستغرام قعدت أقلب فيه وحصلت هذه. يقلع بليسهم المكان اللي جالسين فيه مرة رهيب.